السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم يا جماعة جايب لكم فيديو عن برنامج كتير كتير لذيذ وظريف. البرنامج بيحكي عن موضوع الكرومات، يعني اللي حابب يعمل كرومات وينزل كرومات جاهزة عنده بس يعدلها تعديل بسيط، هو يحط اسم قناته، يحط صورة بروفايل تبعه، يحط تعديلات اللي بده إياها ويعدلها على كيفه. برنامج كتير 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 حلو، تمام؟ برنامج اسمه هابي تكست، تمام؟ هلأ أنا رح أشرح لكم عنه خطوة بخطوة. سامحوني إنه عم طول بالفيديوهات، بس والله العظيم إنه مو بإيدي، أنا بحاول إني أشرح لكم بالفيديو خطوة بخطوة مشان تستفادوا من البرنامج قدر الإمكان اللي أنا عم بشرح عنه. فسامحوني إني عم طول، أنا ما عم بستقصد إني طول، تمام؟ فالبرنامج رح أشرح لكم عنه هلأ اليوم، وإن شاء الله رح تستفادوا منه كله يعدكم. إذا سمحتوا يلي عم يشوف الفيديو عندي هلأ جديد بالقناة، اشترك بالقناة واعمل لنا لايك وشارك لنا الفيديو، أو اشتركي بالقناة واعمل لنا لايك وشاركينا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. لا ضيعونا تعب إذا بتريدوا، تمام؟ ما راح طول عليكم، يلا خلينا نبلش ونشوف الفيديو يلي جهزت لكم يا اليوم. هلا البرنامج هذا هو ليكو، البرنامج اسمه هابي تكست، تمام؟ هذا بامكانكم تفوتوا على السوق بلاي، تمام، وتحملوه، بس تكتبوا نفس الكلمه هاي مكتوب هابي تكست، تكتبوا هاي الكلمه بتعملوا له تحميل بتنزلوه، بس ينزل عنكم هون. هلا البرنامج نفتح عليه للبرنامج. هلا بعد ما فتح البرنامج مثل ما كنتوا شايفين عنه هون، بتنزلوا بتلاقوا كتير شغلات وتلاقوا كتير كرومات متحركة وفيديوهات متحركة وشغلات كتير 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 حلوة، تمام؟ طبعا هذا البرنامج بتلاقوا فيه كرومات لكل شيء، للمسنجر، لليوتيوب، للإنستغرام، حوريكم كيف. هلا هون احنا محطوط عنا الانيموشن لكل شيء، يعني كل شيء مع بعضهم كله محطوطين، اليوتيوب، إنستغرام، فيسبوك، اللي هو كله محطوط الشعارات هون، تمام؟ طيب انا مثلا ما بدي هاي الشعارات، رح افوت على الشعارات اللي بعدها اللي هي تيتل، شايفين بحط لكم الشعارات اللي موجوده تبع التيتل اي واحد. هلا في شغله، كل شيء بتلاقوا عليه محطوط هيك اشاره تاج، تمام؟ هاي الاشاره معناتها انه ها بدك تشتري شره، رح اورجيكم كيف. هلا بكبس عليها، شوفوا شو بيقول، شو بيقول لي، شايفين عميل لي انه اذا بتحب فوت اشتري البرنامج، برنامج عندك هون اول وحدة، اشتراك شهري مثل ما كن حاطين، مثل ما كن شايفين هون 4.19 سنت. عندك اللي بعدها يارلي طبعا بالانجليزي مكتوب، مدينة شو اللغة المكتوبة هون، المهم بالسنة حاطي لك هون 8 يورو و49 سنت، تمام. عندك هون اللي اخر وحده مفتوح على طول، انه بتشتري على طول مو بس انه بالسنه على طول، تمام، 9 يورو فاصل 99 سنت، عاملين خصم هلا 75%، تمام. نرجع لورا، يعني مثل ما قلت لكم هلا كل شيء بتلاقوا محطوط عليه اشاره التاج، هي معناته انه هذا الايموشن خلينا نقول بمصاري، تمام، لازم تشتري البرنامج. طيب ما بدك تشتري انت مثلا البرنامج، بدك تستعمل الشغلات المجانيه، شايفين هدول اللي فوق هلا مو محطوط عليهم تاج، هدول كل شيء مو محطوط عليه تاج بامكاننا نستعمله. طيب حنروح على اللي بعدها، شايفين هي اللي بعدها بتجي انه صور، ان كانكم تكتبوا شيء بدكم اياه تحت هون، كمان كتير ظريفه. هي هون مثلا شوفوا للواتساب، شعار الواتساب، يوزر نيم بتحطوا هون اسم الواتساب اذا عندكم اسم واتساب مسمينه معين، شوفوا اللي قدامها تويتر، شايفين هاي اليوتيوب، شعار اليوتيوب كمان بتكتبوا هون تحت منها، شوفوا الفيسبوك، نروح على قدامها حب وما حب والقصص، هاي كمان هون شوفوا الشعارات كلها، هاي هون انستغرام مع انستغرام، نروح على بعدها، شايفين هاي كمان شغلات هون متحركه، شوفوا هدول حلوين والله، تمام. يلي بعدها كمان نفس الشيء، هاي مثلا عندنا هون اليوتيوب اللوجو، شوفوا اللوجو، اي لوجو انه بتحطوا صورتكم
تمام، تكونوا انتم مظبطين الصوره تبعكم، تحطوا الصوره تبعكم. هلا بقول لكم كيف بدكم تحطوا الصوره، وتحت تكتبوا مثلا شو بدكم تكتبوا، انتم جمله بتكتبوها تحت. هون عندنا شعارات اليوتيوب، شايفين هاي شعار اليوتيوب، هاي هون مثلا اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك والقصص هاي، كمان كله موجود هون. ماسنجر عندنا قدام ماسنجر، هاي الرسائل هون انه ماسنجر، بتكتب رساله قدامها تحط الصوره تبعك انت على تمام. هون سبسكرايب، هون شوب تسوق وما تسوق، شعارات تسوق وهيك شغلات، هون تقييم 5 نجوم، هون الاسعار، تحط السعر اللي بدك اياه تمام. سبتايتل، سبتايتل هي ترجمه، ترجمه مع الحكي، بامكانك تحط هون شغلات انت تكتبها وتحطها مع متحركات، شايفين؟ يعني برنامج بصراحه في كتير شغلات، شغلات كتير كتير حلوه. رح نرجع على احنا لاول شيء على الاول على الالي تمام. مثلا لو ارجيكم مثلا هذا الشعار انا عملته مره عندي بالفيديوهات بامكانكم تشوفوه، رح نكبس عليها، هي ما عليها هلا، هي مجانيه، نكبس عليها هون، بس نكبس عليها هون بيقوم شو بيقول لي، بيقول لي اختار صوره مشان تكون خلفيه لورا بالفيديو. انا مثلا ما بدي اختار صوره تمام، يعني انا ما بدي اختار صوره، فوت على هي كلمه الكولر تمام، اختار اللون اللي بدي اياه. طيب انا ما بدي مثلا يا محمد، انا ما بدي اختار لون، بدي اختار شي صوره مثلا، نكبس اكس هون، نرجع بنفوت عليها، في عنا شيء هون اسمه باك جراوند تمام، بنفوت عليها. شوفوا هدول عنا، هدول الخلفيات كلهم موجودين هون طبعا، مثل ما تكون عليها تاج، هي بتكون بمصاري. طيب انا راح اختار واحدة من هدول مثلا هلا مشان نطبق انا وياكم فيديو معين هلا هيك صغير. اني واحدة ما نختار، اني واحدة طبعا نختار هاي هلا هون، بس كبست عليها انا. شوفوا شو عم يقول لي هون، عم يقول لي هون بدك اياها انت تكون الفيديو بالعرض، ولا بدك اياها يكون بالطول، ولا كان يعني شو القياسات اللي بدك اياها للانستغرام ولا لليوتيوب ولا لتويتر تمام. انا مثلا بدي اياها القياسات لليوتيوب، بكبس على اول وحده هون على اليسار، شايفين كبست عليها، حددت اللي بدي اياه انا هون انه تجي بالعرض. عندنا كمان شغله ثانيه هون، حاطين لك الوقت، شوف لما اقرب انا بزيد الوقت، قديش بدك اياه يكون يبلش هذا الكروم، بدك اياه 6 ثواني ولا بدك اياه اكثر، 21 ثانيه، 19، 18، اللي هو قديش بدك انت الوقت بتحطه، بتحطه هون. هنحطه هلا الوقت احنا هنقول له 20 ثانيه تمام. هلا هون بقى ما اعطينا 20 ثانيه، بنقول له هون بقى على هي الخضره نكبس عليها، شوفوا فتح لنا. هلا انا عندي الباك جراوند هذا صار اللي هو هيك بيجي ورا تمام، هذا اللي صار هلا موجود عندي ورا. طيب هلا بنكبس عليها لهي، هي كبسنا عليها هلا هون، بس كبسنا عليها تمام، نكبس على الصورة. شوفوا هون القلم تحت، شايفين القلم تحت، بنكبس عليها يوم يفتح لي على ألبوم الصور يلي موجود عندي بالاستديو تمام. بس يفتح لي على ألبوم الصور اللي موجود عندي بالاستديو، وما أنا بختار الصورة اللي بدي إياها وبحطها مطرح ما موجودة هني تمام. مثلا أنا اخترت هاي الصورة، هاي الصورة بتعرفوها كلها، شعار القناة عندي، اخترتها. بعد ما اخترتها بقول له هون على إشارة الصح. هلا شوفوا شلون أخذ الصورة، شايفين الصورة كيف صارت؟ الصورة صارت قناة منوعات تعليمية تمام. هاي تخلصنا من واحدة. عندكم هون اللي تحت عم يقول لك يور شانال نامة، اسم القناة تبعك، تكبس عليها تمام، تكبس على هون كلمة تكست، شايفين كلمة تكست، نكبس عليها. بعد ما نكبس على كلمة تكست هون عم يقولوا لنا رقم 1، هون بنكتب هلا اسم القناة اللي بدنا اياها، رح نمحي هاي، رح احط اسم قناتي مثلا قناة منوعات تعليمية تمام. بعدين بعطي اشارة الصح هون، اخذ هلا اسم القناة عندي. وعنا هون هاي اللي تحت كمان اللي هي تبع الجرس، كمان بامكاننا نخليها، شايفين هون بنمحيها كمان هلا نحن هون، وبنكتب على الاشتراك مثلا، شايفين كيف صارت؟ هي صارت هلا الاشتراك. طيب مثلا انا بدي اغير اللون، بكبس على هي، مكتوب هون كلمة كولر تمام، بكبس عليها، شوف شو بيطلع لي، بيطلع لي هلا هون مجموعات الوان،
كيف يعني هلا كل مجموعة هم تكون مدخل فيها الألوان هاي. فرجوا راح نقول هلا على المجموعة الثانية شوفوا شو بيعطينا. شايفين؟ تغيرت الألوان، صارت الألوان هيك. بنزل على المجموعة اللي بعدها شايفين؟ تغيرت. هاي تغيرت. يغير لي الألوان لحتى يعجبني أنا مثلا لون من هالألوان. تمام؟ طب يا محمد أنا هالألوان ما عجبتني، يعني بدي ألوان أنا ساوية على كيفي مثلا. نرجع على أول واحدة بنخليها مثل ما هي الطبيعية، نفوت على اللي قدامها. تمام؟ كوستوم كولرز. نكبس عليها. هلا مثلا انا بدي غير كلمه اللون تبع الاشتراك، تجي اخر وحده تحت هون مثلا ليكا، شايفين كيف تغيرت؟ شايفين حطيت اللون اللي بدي اياه، احمر اسود. تمام، اي مثلا حنخليها احمر مثلا، انا ما عجبني هذا الالوان يا محمد، بدي الوان تانية. بتروح على اليمين بتنزل الالوان هون اللي بدك اياها، ما بدك هالالوان بتكبس على هي اللي هون، بتحط انت درجه اللون اللي بدك اياها. شايفين هاي درجة اللون، انت كيف بدك تتحكم فيها، بتحط اللون اللي بيعجبك على مزاجك. طيب الكتابة تبع قناة منوعات تعليمية بدنا نغير لونها يا محمد، نكبس على هاي، شايفين تغيرت اللون. كلمة تكست ليك مكتوب تكست اللي هي الكتابة، كمان بدنا نغير اللون، كمان هون شايفين بنحط بنفوت بنغير بنحط اللون اللي بدنا على كيفنا. طبعا انا ما عم بشتغل شيء احترافي، انا عم بعمل بس لورجيكم يعني. تمام، فنحن عدلنا مثلا كل هالامور هاي، مثلا نشوف هاي الخلفيه بتتعدل، هاي الخلفيه بتتعدل، شايفين الخلفيه بنعدلها كمان. اول واحدة بتجي ليك شامبي اينز، شامبي 1، بتعدل اللون بدك اياه. كمان نفس الشيء بتكبس على الالوان هاي اللي هون، بتحط انت بتحط الالوان اللي على دماغك. تمام، فهيك نحن بنكون انه غيرنا الامور هاي كلياتها. فنفترض مثلا انا عجبتني الالوان كلياتها، بعطيه هون اشاره الصح اخر شيء. هلا انا ما عم بعمل شيء احترافي، عم بس تجارب. تمام، هي اشاره صح. طيب شو في عندنا كمان شغله، خلينا نكبس عليها نشوف فيها شيء تعديلات تانية. ما في، هلا كل شيء عدلناه، الصوره عدلناها، كتابه عدلناها. عندنا شوفوا هي كلمه اا اللي هي فونت، اذا انت كاتب شيء بالانجليزي تختار هون الخط اللي بدك اياه، اي خط بدك اياه بيطلع معك. طبعا على العربي يعني ما بيبين لانه هذول جايين للانجليزي يعني، بس نحن مثال يعني عم نورجيكم انه هيك. تمام، هلا كل شيء على اشاره سهم تعمل له تنزيل، بتنزله بيمشي حاله عندك. تمام، هي في خطوط تانية، رقم تكست 2 كمان، في عندنا تكست 3 كمان، يعني انتوا بتعدلوا شلون ما بدكم الخط اللي بيعجبكم. تمام، ما عجبنا مثلا الخط بنرجع لورا نو. تمام. طيب هلا بعد ما رجعنا لورا شوفوا، رح ارجعنا لاخر الاول الفيديو شوف كيف بده يطلع. هلا طبعا هاي في نزيحة انا بتحكم فيها، شايفين بنص الفيديو باول فيديو باخر فيديو وين بدي اياها تطلع هاي الاشارة، بحط انا بتحكم فيه وما بدي. خلينا باول فيديو نحن خلينا نقول. تمام، هاي حطيناها هون. هلا عملنا شو اتفقنا، عملنا التصميم، فرجوا شايفين هاي التصميم طلع معنا هون. طيب بعد ما عملنا التصميم، طب يا محمد بدي اضيف عليها موسيقى، انا حاب اضيف عليها موسيقى لعيونكم. ها، نفوت على كلمة موزيك. تمام، هاي كل شيء ملفات موسيقى موجودة عندكم هون على مدى النظر، شايفين ملفات كتير كتير كتير، يعني تقعد كده يومين بدك حتى تخلصهم. تمام، بس في عنا شغلة مزعجة فيه بصراحة للموضوع هذا، انه الموسيقى هاي شايفين ملفات الموسيقى هاي كلها الموجودة هاي كلها عليها حقوق. اذا انت عم تستعمل البرنامج هذا، اذا انت عم تستعمله مجاني، تمام، هدول ملفات الموسيقى وبتحطهم بيطلع عليهم حقوق طبع ونشر. تمام، اما اذا انت اشتريته لهذا البرنامج، تمام، وضفت الموسيقى انت اللي بدك اياها من هدول الموسيقى الموجودين هون، تمام، يعني بتضيفها عادي، فهذول ما بيطلع لهم حقوق، خلاص انه انت شاري، لانه تمام انه انت شاري البرنامج وشاري هذول الملفات الموسيقى كلها. فهي مشكلته انه في موضوع الملفات الموسيقى الموجوده فيه عليها حقوق. تمام، هلا رح ننزل الملف تبع الغنية، نكبس هون، نعمل له بعدين تنزيل هون، بعدين نعمل له اشاره الزائد اضافه. Thank you.
شايفين هلا نزل معه الصوت نحن يلي بدنا اياه. طب يا محمد انا ما بدي هذا الصوت خربطت بدي امحي، بتكبس عليه تمام. هلا انت احنا لسه ما اعطينا اشاره صح هون انه اكدنا انه بدنا اياه، فبامكانك انت تكبس رجوع لورا هاي تمام، ما بينزل الصوت خلص تلغيه يعني تمام. انا راح اختاره وحل له هون اشاره صح، انا راح اختاره شايفين هلا نزل الصوت عندي هون، هلا شوفوا كيف بيطلع. تمام اتفقنا، هلا ظبطنا الصوره وظبطنا الكتابه وظبطنا الالوان اللي بدنا اياها تكون الخلفيه. طيب شو في عندنا شغلات، لنفترض بدنا نغير الالوان ليك الفلاتر، بحط هون الفلاتر شايفين هون بتحط الفلتر اللي بيعجبك بتغير الالوان تبعه شايف، يعني بتغير الالوان كلها تبع الخلفيه تبع الواجهه تبع الموضوع هذا كله تمام. اي لكم شايفين بحط الالوان اللي بتكون اياها عنده، ما بدنا شيء نحط له هون نرجع لورا. اتفقنا هي فلاتر راتسيو، شو هذا راتسيو؟ راتسيو هي اعتمدنا انه شو بدك تختار، انستغرام تليجرام تويتر، نحن مختارين اليوتيوب خليه لليوتيوب مثل ما هو تمام. عندنا هون السرعه هيك سبيد، تكبس على السرعه انت بتشوف انه بدك اياه يكون سريع ولا بطيء، مثلا بدك اياه بطيء بضل على البطيء، بدك اياه سريع بتحط هون انه سريع. هلا تفرجوا السرعه عندنا هون، هلا تفرجوا فوق هون شلون بيمشي السهم تبع كبسه الاشتراك بسرعه، هلا شوفوا شلون صار بطيء، تفرجوا على البطيء طلعت بعدين اجت الكبسه تبع الاشتراك بعدين كبسه زر الجرس بعدين نزلت تحت، شايفين شو بطيئه على ما هلا عم تمشي. بس نحن اذا بدنا اياها تصير سريعه تمام نكبس على زر السرعه هذا اللي تحت، شوفوا شلون بتصير سريعه شايفين صارت طلعت بسرعه ونزلت بسرعه تمام. هلا هي كل شيء شغلات موجوده فيه للبرنامج، وهي التصاميم انتم عندكم صارت بتفوتوا انتم بتتفننوا على كيفكم، انا ما راح اطول عليكم اكثر من هيك مشان ما نمل تمام. اذا سمحتوا لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن تمام. هلا نحن بعد ما نخلص هي القصه كلياتها ونظبط التصميم، والتصميم هلا مثلا عجبنا هيك تمام وبدنا اياه بهي الطريقه وكله تمام، نكبس على زر هذا اللي فوق السهم شايفينه بنكبس عليها هون، شوفوا شو عم يقول لي، عم يقول لي انه انت بدك تحفظه فيديو ولا بتحفظه جرين سكرين انه شاشه خضراء ولا بدك تحفظه ملف جي اي اف اللي هو تمام. فهون عم يقول لي انه انت شو بدك تختار من هدول، اختار تمام اختار اللي بدنا اياه نحن هون. وهون عم يقول لي الدقه بدك اياها تبع شو بدك اياها الدقه 480 720 1080 طبعا بنحطه احنا 1080. بعدين بنقول له هون اكسبورت، هلا هون عم يحول الملف، هلا بس يحوله ويشتغل عنا ويظبط الامور راح اورجيكم كيف راح يطلع معنا اخر شيء الفيديو يلي عملناه تمام. طبعا هذا الفيديو هلا يلي عملناه اللي هو فيديو صغير بيجي هذا اللي هو كرومات، هي بسموه الكرومات تمام. هاد انت بامكانك بس تساويه وتظبطه بالمونتاج، وانت عم تساوي الفيديو عندك ببرنامج المونتاج بامكانك تحط الشعار انت كيف ما بدك وبتظبطه على 24 بالبرنامج المونتاج. اذا بتحبوا انا عندي برنامجين شارح عنهم عن طريقة استخدامهم وكيف تحسن تستعملوهم، برنامجين هو فلو في واحد تاني كمان، راح احط لكم الروابط راح احط لكم الروابط بالوصف هلا تمام، بامكانكم تفوتوا على الوصف وتفوتوا على الفيديوهات تشوفون اذا بتحبوا تبع برامج المونتاج والقصص هي كلياتها تمام. هلا تفرجوا بعد ما سويت الفيديو خلصناه بنفوت على الاستديو تبع الصور عنا تمام، وبننزل على اخر شيء تمام شايفين ليكو اعطاني الملف اللي انا سويته ليكو اسمه هابي تكست اللي هو اسم البرنامج، رح افوت عليه هلا شوف كيف طلع. طبعا في شغله بالنسبه لهذا الشعار تبع هابي تكست هذا موجود بالفيديو، ليش؟ لانه البرنامج مجاني تمام، فبما انه برنامج نحن استعملنا الملفات المجانيه بيضل هذا الشعار موجود هون.
اما تشتروا البرنامج تشتروه شراء تمام، هذا الشعار ما بيطلع على الفيديوهات اللي بتعملوها تمام، بس في طريقه لهذا الموضوع تبع الشعار هذا اللي طالع موجود عندنا هون في برنامج الفلو، بامكانكم تفوتوا عن طريق برنامج الفلو، تنزلوا هذا الملف نفسه على برنامج المونتاج تبع الفلو وتقصوا هاي المنطقه يلي موجود فيها كلمه هابي تكست تمام. ففي له طريقه يعني حبايبي، انا هلا بكون خلصت الفيديو تبعي، ان شاء الله اكون شرحت لكم بطريقه سلسه وما كنت طولت عليكم، سامحوني بس انا بشرح الفيديو لحتى تشوفوا كل نقطه بالفيديو وما تتعذبوا يعني تمام. فانا بشرح لكم كل شيء انا بعرفه وعندي خبره فيه عن البرنامج اللي انا عم بشرح عنه تمام. فكرمال هيك انا بطول شوي، بس انا والله بحاول قدر الامكان اني اختصر. بتشكركم لحسن المتابعه، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتعملونا لايك وشاركوا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.